تاني له علاقة بالصلاة؟ لا شكرا شكرا شكرا. ليك. طيب هدير قضت ال10 أيام اللي فطرتهم في رمضان، وبعدين هل يعني تقضيهم ويبقى لسه عليها انها كده ما ادركتش ال6 أيام من شوال، ولا كده هي ادركت ال6 أيام من شوال مع القضاء؟ طيب احنا عندنا بالنسبة للمرأة والرجل الذي يقضي ما عليه في رمضان عندنا طريقتين، عندنا طريقة أن تقضى في شوال، وفي طريقة أن تقضى طول العام أو أن تقضى في شعبان لغاية شعبان، يعني معاك لغاية شعبان السنة اللي جاية، تمام كده؟ بعض السيدات بتحب تأخر زي السيدة عائشة رضي الله عنها، بتحب تأخر القضاء لغاية شهر شعبان، هي مزاجها كده تأخره الآخر خالص، فتيجي في شهر شوال فبتصوم بقى الستة من شوال، وتصوم اثنين وخميس، وتستمتع بقى بالصيام في شوال، لأن الصيام في شوال له ميزة وله أجر كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله قصص كده. فهنا في ناس بتحب كده، في واحدة ما بتحبش تعمل كده، بتحب تخلص نفسها زي احدى زوجات النبي برضو، ان بتحب تخلص اللي عليها على طول في شوال، تاني يوم العيد تصوم عليها كام 6 ايام 7 ايام تخلصهم وخلاص مع الوقت ده كله. دي طريقتين، الطريقه دي صح والطريقه دي صح. طيب طيب كويس قوي. هنا بقى عندنا الست اللي صامت الايام اللي عليها وصامتهم في شهر شوال، جزاها الله خير، هي شهر شوال ده يستحب في اكثر ايامه الصيام، في 6 من شوال وفي 13 و14 و15 وفي 2 وخميس، فالشهر ده معظم ايام وايام صيام، فانت شغلتي الايام دي اللي هي المفروض نصوم فيها نوافل شغلتيها بصيام الفريضه اللي عليكي، فخدتي الاجرين، خدتي حلو اجر قوي. ثواب اللي عليكي وادراك وخدتي اجر الصيام اللي في ادركت الشهر. الصيام في شهر شوال. لكن لما اجي احدد النيه في الصيام لازم تبقى نيه محدده، انا نيتي اقضي اللي عليا عشان انا بسدد الدين خلاص موضوعه خلص، فانا نيتي ان انا اقضي اللي عليا، بس انا قضيت اللي عليا في شهر شعب شوال فخدت الاجرين، اجر ان انا في شهر شوال بقيت صايمه، ما بقتش بترفع الاعمال وانا مش صايمه، لا ده انا صايمه سواء كان فريضه او نافله خلاص. زي اللي بتقضي الايام اللي عليها في يوم الاثنين والخميس، فتيجي واحده على 10 ايام صامت اثنين وخميس واثنين وخميس واثنين وخميس، ديك عملت ايه؟ دي شغلت يوم من ايام الصيام شغلته بفريضه من اللي عليها، فبتقول يا رب انا باخد اللي عليها الاول، فيقوم يديها الاجرين، اجر الفريضه ويديها اجر ان شغلت اليوم ده بالصيام لان النبي امر بكده. لكن هي لما نوت ما نوتش الاثنين مع بعض، لازم تنوي حاجه واحده لان ده عمل ذاتي انفرادي، لازم ياخد نيه لوحده اللي هو الفريضه. لكن النافله اللي ينفع اقول بقى نيه الاثنين والخميس ونيه 6 من شوال ونيه مش عارف ايه، ده ممكن اعمله. فالست دي اللي عملته هو الصواب وقضت ما عليها واخذت الاجر مضاعفا. حلو قوي. بس طيب الراجل ملزم يساعد ولاده لغايه امتى؟ لغايه لما اول ما يبلغ